صوت مساء هذا اليوم في هذه الأمسية التراثية الجميلة. شوطنا السابع وهو الخاص باللقاية، المكار في مسافة 5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول نيسان بترول ستيشن، جوائز نقدية حتى المركز العاشر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية وهذا المنظر الرائع مع هذه التحديات الجميلة، مع هذه الانطلاقات الرائعة والأسامي التي تشارك في هذا الشوط. أسامي صالت وجالت في هذا العالم الساحر منذ فترة طويلة. نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني اللي قادت المجموعة في هذه اللحظات. الجنوبية مشاهدينا متابعينا الكرام من تنطلق بالصدارة، بطشان بن صالح اليامي من يعلن هذا الانطلاق. المركز الثاني الفايز لراشد بن حمد الجبرين، ننطلق مع المركز الثالث. نتابع التحديات من الجانب الآخر وأرى القدوم أيضا للشاهينية بالشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، بينما إذا انطلقنا مع المركز في متابعة أم الصيفي من تتسلل مع المركز الثاني. ثالث التحديات الظبي لمحمد بن جعفر بن مرخان، وأرى من الجانب الآخر أرى هناك العمالة بدأت تعمل بكل جهد واجتهاد مع هذا الانطلاق بشعار سالم بن حمد البطين. وأرى القدوم، ارصد لي ارصد لي ارصد لي، أرى هني فواصل، أرى فواصل، ما يبنى لها طاري، ما يبنى لها طاري، تنتزع الصدارة، تنتزع المقدمة. عبيد بن حمد بن سالمين المري، أشكرك 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 أخوي مع الأداء المتميز. تنطلق فواصل في 400 متر النهائية، أفصلت الجميع، أفصلت الجميع، انتزعت الصدارة، ما شاء الله تبارك الله. سلام 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 الشحانية، سلام، اسعدت اسعدت مساء. تحية واحترام، تحية واحترام لعبيد بن حمد بن سالمين المري على فوز فواصل بالمركز الأول. تنطلق بالصدارة بكل جدارة، بكل تحدي، بكل إثارة. بسلام تهانينا لعبيد بن حمد بن سالمين المري على فوز فواصل بالمركز الأول. المركز الثاني شاينية أحمد بن خليفة بن رشيد المركز الثالث، تصل لعلي بن فاران بن علي بن قريع المري المركز الرابع، هملولة عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي المركز الخامس، تصل في سيطرة للحميدي بن سالم العمري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط حمل التحدي، حمل الإثارة، ولكن فواصل تفاجئ الجميع في الأمتار النهائية، في الأمتار المجنونة. تهانينا لعبيد بن حمد بن سالمين على فوز فواصل بالمركز الأول. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لعبيد بن حمد بن سالمين المري على فوز فواصل بالمركز الأول. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 38 ثانية و32 جزء من الثانية. تهانينا من الأعماق لعبيد بن حمد بن سالمين المري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الشاهينية تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق. هذه لحظات الوصول. تهانينا لأحمد بن خليفة بن رشيد، 7 دقائق 43 ثانية 18 جزء من الثانية، واللي وصلت مع المركز الثالث. الجنوبية تصل مع المركز الثالث، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول. تهانينا لعلي بن فاران بن علي بن قريع المري، 7 دقائق 45 ثانية و34 جزء من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. ثالث أيام هذا المهرجان.